طرف التبريد بمنجزم من طرف فريغو ميدي اللي هو ايضا عنده ربع سنوات او خمس سنوات، وحنا ان شاء الله كنا نسعى انه يدشن، واليوم الحمد لله تم وضعه حيز الاستغلال بعد استكمال كل الاجراءات. طاقة استيعاب هذا الغرف هذه 5000 متر مكعب، 5000 متر مكعب ربما تقدر تغطي كل احتياجات الفلاحين من المنطقة من هذا التجهيز هذا اللي يسمح لهم بتخزين سلعهم وبالتالي تسويقها في ظروف جد حسنة، خاصة وأنه بشرة خير أنه ولايتنا هذه السنة حققت منتوج وافير من مادة البطاطا المبكرة، إذ تم جني محصول ما يعادل 1,500,000 قنطار.